كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. كافي جورنال كافي جورنال صليح عملنا لو ريكاب بيان سور بطريقه ساخره على طريقتك انت المحايده جدا بالطبيعه المحايده نحب نقول قبل صباح الفل الناس كل سيرتو اللي خلطوا علينا توا مرحبا بكم في كافي جورنال الفقره الغير مسموح فيها بالحياد لمن هم اقل من 18 سنه. عملنا دور على الجرايد والتو الحديث على تنقيح قانون الانتخابات بالطبيعة باش نبقاو هكا ما كهو معون صنع ذاك هو. في جريدة الصحافة اليوم مثلا نقراو سياسيون بعد المصادقة على تعديل القانون الانتخابي ممارسة إقصائية وانقلابية بمآلات خطيرة عرفتها وبينا بالرعب من توا هكا كهو كما تعدلناش الانتخابات كما شوية هكو فيها متاع تخويف أمي سيرش هذاك علاش لازم الكل ربنا يحضروا ريحهم. نقراو في نفس الجريده مثلا حركه النهضه تتجمل استعدادا للمعركه الانتخابيه نحو تانيث الواجهه. راه شوف مادام تتجمل هاكا كربحت النهضه يخرج غنوشي في الاخر يقول لك ميرسي نهضه بيوتي اند سبا المكياج الحلو ونشكر الحزب الزمني على اللبسه المزيانه اللي لبستها اليوم. نمشيو للجبهه الشعبيه اللي بعد ما حمى هرب بالاسم نتاع الحزب رجع في ندوه صحفيه البارح قرينا عليه في الصحافه اليوم يقول تغيير قواعد اللعبه الانتخابيه مهزله والجبهه ستكون اكثر صلابه. ما فهمش الصليب من الناحيه خاطر هو قال هذه النسخه الرابعه باش تزيد فرجه سيمان معناها ولا ناوي يتبدل الجهاز حاسلو عوده ميمونه يا حما والانتخابات بيناتكم. وبالنسبه للناس اللي تقول لك تونس وضعها خايب فما الناس هكاك متشائمين على غالب يقول لكم راه العالم الكل وضعه خايب. نقراو مثلا في جريده المغرب الصفحه 14 يقول لك فيتش رايتنج تقر بمخاوف قد تهدد مستقبل النمو العالمي. النمو العالمي هو الاضعف منذ 2009 تحس العالم واش قاعد ياكل مليح كهو النمو نتاعو ما يعجبش يمكن مدبر محادثه نفسيه ما تسمحلوش باش ياكل لازم العالم ياكل كهو خاطر وجهه حاله حاسين بينا وكهو. ومن الحاجات اللي تخلي الواحد زاد يدبر هو بعض المواضيع والعناوين اللي تحس هكا ما عندهاش فايده كبيره كيما مثلا جريده الاخبار منين نلقاو عنوانك بطويل بورقيبه والنساء انه يحبهن مكتنزات الاجسام يعني انتخابات وتنقيح ومجلس والدنيا ماكله بعضها وانت تحكينا عن النساء اللي يحبوا بورقيبه حاسيلو يكتب الارتيكل هذا مكتنس في مخه شويه. خلينا نرجع للسياسه واختنا اخويا من المكتنزات الصفحه 4 من الشروق نقراو له الحق الطعن والرد والعرض على الاستفتاء حسم قانون الانتخابات بيد البيجي حاسيلو كالعاده دور دور ترجع له لي هو. اما سامحني ما سمعنالوش حس اي واحد في القصر بجرب يسمع فينا توا يتفقد ويفيق ويقول له راهي ماكله بعضها وقول لنا يا كبيرنا اش نعملوا هكا ولازمك تتحرك شويه ما تسمعش معني ما تتحرك كما تسمع صوت شق يا اخي سي البيجي. اما نمشيو للارتيك اللي خليني بتبيعه كيما حكايه قبيله الواحد قال عن النساء المكتنزات اللي يحبهم بورقيبه رجعوا رجعوا لمود تو اللي معاش اللي ما كان ضعاف رجعوا المكتنزات بالضبط في الصفحه 16 من جريده الشروق صحه وجمال نقراو ريجيم اللي خسر 13 كيلوغرام في شهر واحد. بابا بابا سي ترو لي برشا 13 في شهر واحد هو شوف ارتيكل طويل عريضه ما نصوروا اضرب جوع موش ارتيكل العادي معناها ماهيش معناها طريقه ولا ريجيم جوستومون اضرب جوع هذا اللي حطينا 13 كيلو هاكا يحب يطيح 13 كيلو يسمع فينا برا هاكا في جريده الشروق تلقاه كامل وجبه الفطور الغداء وجبه العشاء وكذا يعطيك بالتفصيل بالديتاي بالديتاي يعطيك الصحه سلاح دونك هذايا بيان سور كافي جورنال وقراءه في عناوين صحفنا اليوم ولو انه كما قلت انت الاغلبيه توا يحكيوا على السياسه وعلى الانتخابات وعلى المعتقد الانتخابي الجديد اللي تم تنقيحه وانت تاثرت كقدر درت وحكيت اغلبيه العناوين على القانون الانتخابي الجديد وعلى السياسه يذولي من هون الانتخابات باش نمشيو في المود هذايا يفرض نفسه يفرض المود هذا يفرض كافي جورنال كافي جورنال